هنحكي باسلوب بسيط ايه اللي بيحصل في عمليه الراديو. طبعا انا عندي الترافيك بيكون عباره عن A1 STM او ايثرنت، بيكون عباره عن بتات يعني، فبيمشي كده بيدخل على الراديو فريم. الراديو فريم هنا بيحصل عمليه الميديوليشن اللي هو بيحول لي البتات ديت لرموز معقده، بيبتدي يركب كل ده على اللي هي الكارير ويف اللي هي الموجه الحامله هتشيل الترافيك ده، لكن البتات هنا بتتحول لرموز. فمثلا انت لو شغال على 64 كوام كل 6 بت بيتحولوا لرمز، لو شغال على 1024 كل 10 بت بيتحولوا لرمز من الرموز المعقده دي. يبقى كده الترافيك دخل على الراديو فريم اتحول لرموز معقده وهيمشي بتردد لسه منخفض، لان كابل الكوأكسل كيبل زي ما خدنا في فيديوهات سابقه اخره انه يستحمل تردد 4، فعمليه الارسال قلنا بيمشي 150 ميجا هرتز، فبيمشي وبعد كده بيروح على الراوه. طبعا انت بتظبط للراوه الباور والتردد بتاعها اللي هو الفريكوانسي، وبتبتدي الاشاره هنا تكبر الراوه تكبرها، فبتمشي طبعا في الهواء وبيستقبلها الفيسنج او السايت الثاني بتستقبلها الراوه، بتخفض الاشاره ديت من القيمه اللي جايه لها ل 350 ميجا هرتز برضو عشان هتمشي في كابل كوأكسل كيبل، وقلنا اتفقنا ان ده ما بيستحملش ترددات عاليه. فبعد كده هيدخل في الناحيه الثانيه بقى في الفيسنج على الراديو فريم برضو، بس هنا هيحصل عمليه دي ميديوليشن. تمام، هتبتدي الاشاره دي تتفك، الكارير ويف ما عادش لها لازمه، هتتفصل ملهاش لازمه معانا، وهتبتدي الرموز المعقده اللي اتعملت لها ميديوليشن في الناحيه الثانيه يحصل لها دي ميديوليشن في الناحيه دي، وبتبتدي تتحول تاني البتات وبيمشي الترافيك في المسار بتاعه. طبعا ده كملخص بسيط لموضوع الميديوليشن. طبعا انواع الميديوليشن قلنا في انالوج ميديوليشن كانت بدايته زي الاي ام والاف ام والبي ام، ده المستخدمين في الراديو. بعد كده ظهر الديجيتال ميديوليشن اللي هو الاي اس كي والاف اس كي والبي اس كي والكوام، وقلنا الكوام هو عباره عن خليط من البي اس كي زائد اي SK. طبعا يا باشمهندسين في مصطلحات برضو مهم تكون ملم بيها زي النويز. النويز ده اللي بيحصل فيه حاجات هتأثر لي على الإشارة خلال مرورها في الجو، زي مثلا الشتاء لو في طيار عالي كهربي ماشي هيأثر برضو على الإشارة، بخلاف كل ديت بتأثر على الإشارة. وطبعا هينتج على كده حاجة اسمها البي اي ار، ده معناه بيت ايرور. الراوة عندك ممكن تعد بيت ايرور ريت، عندك كابل الاي اف لو مش راكب كويس ممكن يعد بيت ايرور ريت، لو حصل مثلا شيت ومطر جامد ممكن يعد معاك بيت ايرور ريت، عندك كابل الايثر نفسه ممكن يعد بيت ايرور ريت، عندك الاي 1 كمان. فالمصطلح ده هتستخدمه كتير وهتسمع عنه. في مصطلح تاني اللي هو الاس ان ار اللي هي سيجنال تو نويز ريشيو، تمام، وديت تساوي يعني السيجنال كواليتي، وهي بتساوي اشاره الحقيقيه على النويز زائد الانترفيرنس. طبعا مصطلح الانترفيرنس ده طبعا هتسمعه كتير، اللي هو عباره عن تداخل من فريكوانسي ثانيه، وده طبعا بيأثر على الاشاره. والانترفيرنس ان شاء الله هناخده في الترابل شوتنج، لان في تيست كده انت بتعمله عشان تتاكد ان اللينك ما فيهوش انترفيرنس. طبعا والتشانل باندويتس في منها 7 و14 و28 و40 و56 و112 ميجا هرتز. طبعا عندي التشانل باندويتس والكوام كل ما زادوا بتزود لي الكباسيتي عندي، زودت الباندويتس بتاع التشانل والكوام زيد الكباسيتي معايا. ففي معادله كده بيقول لك ان الكباسيتي بتساوي الباندويت في لوغاريتم 2 للميديوليشن. دي بعض المصطلحات اللي كنت حابب الفت نظركم ليها. وطبعا ده جدول اهو بيوضح الميديوليشن، كل نوع ميديوليشن بيحول البتات لرموز ايه. يعني مثلا 4 كوام بيحول 2 بت الرمز، ال 8 بي اس كي بيحول 3 بت الرمز، ال 16 كوام بيحول 4 بت الرمز، ال 32 بيحول 5 بت الرمز واحد اللي هو الرموز المعقده اللي بقول لكم عليها على الكارير ويف. طبعا وفي 1024 اللي بتحول 10 بت الرمز في عمليه الميديوليشن. ده كان باختصار عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل للترافيك والاشاره وتكون ملم بالحاجات دي. طبعا ده فيديو لتجميع لينك، ده طبق سيا هيركب عليه راوتين، يعني 1 بلس 1 هتبقى واحده في وواحده اتش. اللي عايز اقوله لك انك لازم تخلي بالك من الليبولات بتاعه الاكويبمنت اللي انت بتركبها. كل طبق عليه ليبل بيبقى مكتوب عليه الحجم بتاع الطبق، ده 30، الفريكوانسي بتاعته دي مهمه جدا، ده 32 جيجا. طبعا البارت نمبر ده اللي
مهم عشان انت بتطلب بيه الحاجة دي لو حصل مشكلة في الطبق طبعا. وكل روة بيبقى عليها ليبل وعليها بارت نمبر برضو بتطلبه من خلالها، تطلب نوع الروة عن طريق البارت نمبر ده. وطبعا المديوليشن بيقول لك هي شغالة مديوليشن من 4 اكوام لغاية 2008 لغاية 2048 وام، ان الجزء ده ممكن تفكه وبتغيره من في ل اتش زي ما انت عايز يعني. واتفقنا ان ده طبق 1 بلس 1 بيركب فيه روتين، واحده في وواحده اتش كنوع من البروتكشن يعني، وهناخده ان شاء الله في فيديوهات جايه هو والاكسبي.